اليسوني ماس اوسيوس وبثير وبنتوكراتور بانجاترياس اليسوني ماس. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. In Christos Jesus Bencho Shlile Flogiso Ebi Abrosakin Sasite Irini Ba Kintom Nevmati Iso Marin Shebeh Motum Totfim Virebes Naniv أوه النايت بنوت بيوتم بن شويس أوه بنوت بن ستير إيسوس بخريستوس يا فرسك بازن يغن أب إرواي سنيرون وفاره إيرون شبتنير وفتياس إيرون أفتوتين بنتن شهرية طاي أونوصاي إن صوبون مارنتي هو يرو فبوس انت فارح ايرون خنباي هو سواباي نمني او تيرون تابن اوخ خن هريني نفين ان جبيبا تكرتو او رب شوي سبين نوتي روسا فيك ساستي ابني بشويس بنوتي بنتو كراتور ابيوتم بن شويس اوه بنوتي اوه بن ستير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين الطوبى والمكرم البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطوبى والمكرم أنبا كيرلس أغامينا، ويغفر لنا خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذا الدير وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلني بصمانم بيسنوفمطا اكبب كويفولنتني
إنو بينمتي زي سيكم فيري تقتيس إنك ما سيتي شيري شيريني ماري أي خين وشيري إف وابشرني ماري اسمع بن في سوى شيرني شيروبيم شيرني سيرافيم شيرني تماطيرن إبرانيون تنتيهو إيروكويو كشفيرن لي ترغو أسبنيوت سوابنزي إيكي أصاب كرلوس بيبس كوبوس ما تقرو في جنبي في السرونو سيسوس بخريستوس انصاف تتيريني موينا أن انت كيريني سمنين أن انت كيريني كان النوبين أن يبون انتن مي ايتتين خنبو انت بفيوت نم ببنو ما انسو وابنت فس تنوشتمو كوبي خريستوس نم بكيوتنا أغاسوس نم ببن بمعيسو وابجي عبانشكك صوتي إمون نينا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك واسمي تغسلني كثيرا من اسم الخطيئة تطهرني عارف باسم الخطيئة تماما في كل حين لك أحلم قطع الشر قدامك صنع ذكيت بار في أقوالك تغل إذا حكمت لأني أنا ذا بالأثام حب الأبي وفي الخطايا لذاتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومسوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأرد أكثر من السل تسمعني سرورا وفرحا فتبتعج عظاما منسحقة اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله روح مستقيما جد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوسة تنزعه مني امنحني باقي خلاصك بروح مدبرة لدني فأعلم من أثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله لا خلاص فيبتلج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تصر بمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مصلتك على صهيون تبنى أسوار أورشليم حين إذ نصر بذبائح العدل القربان والمحرقات حين إذ نقربون على مذبحك العجول الليل ويا نينو يا زوك صاصي أوتي أوسيمو لوجيسون تيبي بروسفكي صاصيتي ايريني باسي كتوم نعمتي سيدا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك عن أبانا وخطم المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو بكل موضع لكي المسيح لهنا ينعم عليهم وعلينا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب رحمة
خذهم بالمراحم والرأفات، اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، روح الأمراض ترد، والذين أبطأ مطروحين في الأمراض أقمهم وعذهم، والمعذبون من أرواح النجس أعتقهم جميعا، الذين في السجون المطابق، الذين في النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من أيدينا في العاصف، كل الأنفس المضايقة والمقبولة لا يعطيها يا رب رحمة، أعطيها نعمة، أعطيها برود، أعطيها خلاصا، أعطيها غفرا خطاياها وآثامها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفها، والتي بأجسادنا عافها، أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سعد وقربين، شكر الذين قربون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس، اطلبوا عن المهتمين بالسعد والقرابين والبكور والزيت والبخور والسطور وكتب القراء وأواني المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا يا رب ليك عن مذبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور تطهو عظمتك التي في السماء بوصى خدمة ملك تهور أو سامعتك المقدسين كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفي السهل أرمالا هكذا أيضا نزور عبيدك أقبلها إليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعتم الباقيات والفانيات السماوات والأرضيات الأباديات عاد الزمانيات بيوت ومخازنهم لها من كل الخيرات أحدهم يا رب قوة ملكتك وسمائتك الأطهار وكما ذكر اسم قدوس أذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنا يا رب سبح مع ملك قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب الملك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا يا رافع خطية العالم اقبل سؤالنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين أباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين منذ الليل رحت بكر إليك يا إله لأن أمرك هي نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا تسمع صوتي بالغداة أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر كل أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا آثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا ليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين
Χριστός Ιησούς, βένσου εις εμήν, αλληλούια, εσέρινε την τυόερο, θέσο εμπισμένο, το εμπαρθέν στην σε ιονιβέντη, μας να τις μάβεν με Χριστός. Ανιόν τένε προσευχή, ευσόια, βεσέρε, μεν ρίζει, τυπκαρινό, βεν ανιβόν. Χέρισε τα σμίσινα, νεμπιό, είναι τα ευμή, με Χριστός, βεν νότι, τι παρθένου σε σοε. Με τη χώμη, ευσόη, σε ριεγό, εν τεφρομένη, με ψύχη, τυπκαρινό, βεν ανιβόν. Τι παρθένου, Μάριε, μπτήσε, ο τοκό, σο, έπτη, μπροστά, τσέ, την χώτην, τεπγένου, εν τέτη, με τρόμη.
شويسي صابا اتفل مكاهيم ملخم بك اولم بك طايو افشان قسم بيليل ويشارنا نفعوي وامو جاك يوسمين الليل وي بيوفا بالنوتي بي عربز بابين ريه قلن سفراتي انجلي قلن مني طامني برانيون انت فكال النوهي نانيمون اكتشيت خارسم ويسيستيمت قوي بنت ملشي سيدك اكتشيم ابطايم بنيوت ماركوس في اطفيش انو في نان بخرس فاستالو انت بجيك انو انا جمتك افي افتن هوت كيلي شوش انت سمتور اني في اوي اسرك شو بين رفريمي صاف شو انتي اكليسية اسرك اموني ام بك لاوس خن اوتو فوني مو مسمي كارتا بريتي تلقص انجي بابلوس بيا بسطولوس جي كارتا فريتي ملشي سيدك بايريتي هوفم بخريستوس او صفتوس تنشي سيموك نم بيهم نودوس دافيد جين صب ببي او افشايني كارتا تاكسيس ملشي سيدك او بهمت شوي سيري اقول او بشوي سيريوتم بطري يرشز بنيوت سوى بابا تدرس انت كان النوبي ناني مون طبي مبشوي سيري يقوم بنيوت سوى بنزيكيوس آبا كيرلوس بيبس كوبوس فكان النوبي ناني بوين شو بينسو إرسوم سيقون خيني ماشو سيتركن خيتو او تنشو سنبتيرين تسي او تو كوستو ام بارثنو سنسيوني فين ماتي هم في طاري ماس بن صديرنا غاسوس انت فولي مخيسي بلارو نفسن من انت جيريني سلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخ جنسنا ولدت لنا عما نؤين نسألك فولينا أيتها الشفيع المؤتمن لدى ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا ومجدك العذراء القديسة وللتلال لنيكولاتا لنا مخلص العالم تخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي وتألم وقبر وقام من بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمبطل انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين تنقوش تبو الخيطين تأناس تاسين سنتيني Yeah.
سيشو نايرو او 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 Shinechem bekogei, owo kenenovi nanevu. بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض الحاجز المتوسط
وأبطل العداوة بجسده، وأبطل ناموس الوصايا في الفرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة بذاته. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين، لأن به صار لنا كلينا الدخول في روح واحد إلى الآب. نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا يا أبا يا أخواتي، أمين. Yeah.
Oh.
زيخ النيئه أفتن فين جبي Oh,
موتي بين تزقوك فولن جيتي غرافي سيطف إير شرب نقوس نجيب ابن بمعي سوى إيفون خنروف ضفيد زفيو خنت في ميتي أو نيت صاخن مفتي أفوني فولو أفقو
جنس موتي إفران بيوهيت إما خنتو أصبي جياك الدمان إتبيوي انت بي اسنوف بي سنسخي اطوى صرف شو بين جفين شو بين خيت تفمت ابس كوبوس ماريكي اوهي انت في نوتي آمين
الأكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط الإخوة وكان عدد الأسماء جميعا نحو 120 اسما فقال أيها الرجال الإخوة ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع لأنه كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة فاقتنى هذا حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من وسطه فانسكبت أحشاءه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى سمي ذلك الحقل بلغتهم حقل دم أي حقل الدم لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ أسقفيته آخر لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة أمين. يوداس 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 أوبرانوموس أرجيريو إبراسيس أسخري Stontis iodis bara Sio e boros
Χριστόν Λάζαρος Ιούδας, 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 ο Βαράνομος Βαράβας Ελισσόλ Μουδέν Αθλακού والسيد الدين صلبوا في جنبك وضعوا حربا ومسروك على خشبا سترسي ميراس امي من انكيليتو كيتوس اوتو اسكسو تير ايمون اترنس ميراس امي نين ميطا τον τεσνικοτό ον τον ταφόν εσφράγι σαντο Ιωδάς, 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 ο παράνο لأنه كما مكس يونس ست أيام في بطن الحوت هكذا مخلصنا أقام ثلاثة أيام بعد Σωτή το κόσμο ο Βάσο και Αναστάζεια το γενός ημώ Κύριε Ιεζόξασι Αμήν Μπελχατικατή والجند لم يعلموا أنه حقا نهض مخلص العالم الذي تألم وقام لأجل جنسنا يا رب المجد لك Oh.
سيس شيروس أغيوس أسا أناتوس أو إكبار سينو جنثيس إليسو سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ما يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلى الإنجيل المقدس اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك يا الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى عايش فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجانا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا كلنا صلى المستودع آه
Oh.
Oh.
Κύπερτο καταξίου συνημές της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον και των Θεών ημών Οικετεύσομεν Σοφία ορσιακόσομεν το Αγίο Ευαγγελίο το Άγνος εισέ Εν βευαγγελιον εσωεπ καταλόκαν αγίω. Σοξα φυτήρε αφήγε εν κεμπίω εν κεμπιά ατσέμι Bete se eshat in bibatcha in ki. O afo orfin betros nem yo annes e avgos. Jema shnuten sefte bibatcha nan hina enten o omf. En so te figunav jekos enten seftot fen so. On en so te bigavnu. Jeheberete nashen oten echone tifaki efna efna i evol erisino en je oromi efai en shushu emu moshi en sof e i etefna she echone rof ostem pi evangelion es ove Doxasi Kyrie. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا كلامه أليل من الدهن ومن نصالي فلو كان العدو عيرني لاحتملت ولو ان مبغضي عظم علي الكلام لاختفيت منه هللويا فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ اقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن للأبد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينك يا أبان القديس البطريرك الطباوي المكرم البابا المعظم الأنباط والدروس الرب يحفظ لنا حياتك اللهم ترافع علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا وجاء يوم الفطير الذي ينبغي أن يذبح فيه الفصح فأرسل بطرس ويوحنا قائلان امضيا واعدا لنا الفصح لناكلا فقال له اين تريد ان تعداه فقال لهما اذا دخلتما المدينه يلاقيكما رجلا حاملا جرة ماء فاتبعا إلى البيت الذي يدخله وقول الرب لرب البيت المعلم يقول لك أين موضع راحتي الذي أأكل فيه الفصح مع تلاميذي إيه
فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة فأعدا هناك. ولما مضيا وجدا كما قال لهما فأعد الفيل. والمجد لله دائما. عبران تترية من موسيو بيوت نيم بشيري من باب نب مائتو. بأين طائف مي تيروين إروميني في إثني وبي كوزمو. طرح باكر من يوم الخميس الكبير من البسخة المقدسة بركاته علينا أمين. يوم الفصح قد اقترب يا سيدنا، عرفنا المكان الذي فيه نعده لك. هكذا قال التلاميذ للمعلم: أنت هو فصحنا يا المسيح. فأرسل اثنين من تلاميذه صفا ويوحنا وقال لهما: قوما وامضيا إلى هذه المدينة فتجدان رجلا حاملا جرة ماء، إذا مشى سيرا أنتما خلفه إلى الموضع الذي يدخل إليه، وقولا لصاحب البيت: يقول المعلم أين المكان الذي أكمل فيه الفصح، فذاك يريكما علية فوقانية خالية مفروشة، أعد الفصح في ذلك الموضع، وهكذا صنعت قول الرب. تعالوا أيها الأمم افرحوا وتهللوا، لأن الإله الكلمة صار لكم فصحا. الفصح الأول الذي بالخروف خلص الشعب من عبودية فرعون، والفصح الجديد هو ابن الله الذي خلص العالم من الفساد بأنواع كثيرة وطرق شتى، أعد الخلاص والنجاة الأبدية. لكن هذا الخلاص هو لكل العالم من مشارق الشمس إلى مغاربها، جذب كل أحد إلى علو رحمته والرأفة التي كان يصنعها، وأظهر لهم كثرة نعمته التي أفاضها على كل موضع من المسكونة. أخذ الذي لنا وجعله مع الذي له وتفضل علينا بصلاحه. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. أفياف شبمك إناخ النفمك انت فسنتي أمو وارنتي أونا انتشيسي أم بفرج جياف إرعون عيني ما كطاب افنشتنا اكلمين تغناطا ونفنوتي فيوت بيبان دكراتور انسلمين اكلمين تغناطا كأنستومين كرومين تاوناتا طلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. طلبوا عن سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا. اطلبوا عن أبائنا وأخواتنا المرضى بأي مرض كان في هذا الموضع وبكل مكان لكي ينمر رب إلهنا علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا وأخواتنا المسافرين والذين أدمروا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا إن كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة، والذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلهنا وردهم إلى مناسكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبات السماء وسمات الأرض وكل الأشجار والكروم كل شجرة مثمرة في جميع المسكونة لكي يباركها الرب إلهنا ويكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا. كيري إليسون. صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورأفة أمام السلاطين العزاء
ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا تناح في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا البطارك، أبائنا المطارنة، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القصوص، إخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخوتنا العلمانيين، عن كل الذين انتقلوا من المسيحيين لكي ينيحر رب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعاد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وكل أوان المذبح لكي يعوضهم الرب إلهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن موعظي شعبنا لكي يباركهم الرب إلهنا ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذا الموضع وكل مساكن وديارات الشعوب الأرثوذكسيين في البرار والشيوخ السكان فيها عن طمأنينة كل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقفة الأب البطريرك البابا الطوباوي المعظم الأنبا تودروس الثاني وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا كيرلس أفامينا لكي يحفظ الرب لنا حياتهما ويثبتهما على كرسيهما سنين عديدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا المطارنة والأساقفة الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والقصوص والشمامسة كل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا كل اجتماعات الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الأراخنة الذين أوصونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين العزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن مساكين وفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بكل نوع لكي يتراءف الرب إلهنا عليهم وعلينا ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في النفي أو السبي أو المربوطين من جهة رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من كل متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد وواحد باسمه لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار ومياه نهر النيل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والدواب ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكون إلى النفس الأخير
ويغفر لنا خطايانا. كيريه إليسون. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمين، ويغفر لنا خطايانا. كيريه إليسون. ابنو تيناينان سيشو نيرون أريون عيني من خنتك متورو. كيريه إليسون. كيريه إليسون. كيريه إليسون. كيريه إليسون. كيريه إليسون. كيريه إليسون. Son, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eboron te tirini moinan ente kiri, ente kiri nikan novi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gore volen nega gente ti ecclesia. Σαπτερός ενίσκεμ σοένε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εμένο ηλπεν. Ότι χέντεν μύτη την ουχνεμπό εν τεμπε νεμπεμ νεύμα σοέ. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν τεφές μοέρον τύρεν, εν τεφτούβο εν ελείτ, εν τεφταλέτ σον ίσον, εν τένε νευσίκεν εμνεν σώμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τεν ώστε μοκόβε Χριστός, νεμπεκιό τεν αγάσο, νεμπεμ νεύμα σο έψι αβάσκα, صوتي إيمون. أمين الليلو يا دوك سابتري كايو كي أجيوم نيوماتي كيني كاي كيستون سيون أستون إيون ونامين تنوشي بولين قولين مجيو بن شوين سيسوس بخريستوس في إطباش في بستبروسك إخم خيمم بساطاناس صابي سيتنين تشالا صوتي إيمون وميمانا كيتشي خارس موي سيستم توي بنت ملشي سيدك تيمت خلون تي ياكوب بين اوغن انت ماسو صار بك ده صد بنت داني تي صوفيا انت سولوم بابن ما برك ليتم في اطفي جني ابوس طولوس بشوي سفي قريب عن خيمة طاهو ايرات فم بنيوت الطايوت نار شيرفس بابا بطا ودروس من بنيوت نيبس كوبوس ابا كيريلو سفنوت انتيت في فتقرو ويجنو اسرونو سنهان ميشن رمبين امان ثيو انهيريني كون تيفس فيو انو قاجي تيرو سابي سيت انو اتشالف جيم كولم
طب خريسوس سيري كنت في كان النوبيناني فالخن هو هيرين كتاب في ميشتين كرياليسون كرياليسون امين اسمه هيرو اسمه هيرو يستيمي تانيا كوني فالقوم باسمه. الله يترأف علينا وباركنا وزور وقع علينا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك ورعاهم وارفعهم إلى الأبد. ارفع قرن المسيحيين بقوة الصليب المحي يسوع المسيح إلى هنا الحقيقة الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا. يباركنا بكل بركة روحية يعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة يرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سلامية بالسؤالات والطلبات التي تصنح عنا في كل حين سيدتنا وملكتنا كلنا ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنيرون الأطهار ميخائيل وغبريال ورافائيل والأربعة حيوانات غير الجزدانيين والأربعة وعشرون قسيسا وكل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان والمائة والأربعة وأربعين ألفا وسادتي الأباء الرسل والثلاث فتية القديسين والقديس صفانوس وناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد والقديس جرجس والقديس تدرس وفلوباتير مرقوريوس والقديس أبا مينا وكل مصاف الشهداء وأبونا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا والثلاث أنبا مقارات القديسون وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بيشوي أبونا أنبا بولا الطموهي وأبوانا الروميين ماكسيموس ودوماديوس وأبونا أنبا موسى والتسعة والأربعين شهيدا وكل مصاف لباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع العذارى الحكيمات وملاك هذا اليوم المبارك وبركة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركة البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركتهم مقدسة ونعمتهم قوتهم وهبتهم محبتهم ومعاناتهم وشفاعتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بنوتي أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. محبة الله الأب ونعمة الإبن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم. روحك أيضا تفضلوا.
تحل علينا نعمتها ورقت ونحط الأبد أمين. نبوات الساعة الثالثة من يوم الخميس الكبير من بسخة مقدسة بركاته جمعين أمين. من سفر الخروج لموسى النبي بركاته على جمعين أمين. وكان بعد الغد أن قال موسى للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعد الآن إلى الله لعلي أكفر عن خطيئتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: أدرع إليك يا رب، قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم آلهة من ذهب، والآن إن كنت تغفر لهم خطيئتهم فاغفر، وإلا فامنحني من سفرك الذي كتبتني فيه. فقال الرب لموسى: من أخطأ أمامي أمحوه من سفري، والآن امضي لتنزل وتقود هذا الشعب إلى حيث قلت لك. هوذا ملائكي يسير أمامك، وفي يوم افتقادي أجلب عليهم خطيئتهم. فضرب الرب الشعب بسبب صنع العجل الذي صنعه هارون. وقال الرب لموسى: اذهب وانطلق من هاهنا أنت وشعبك، هؤلاء الذين أخرجتهم من أرض مصر إلى الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها. وأنا أرسل أمامك ملاكي، ويطرد الأموري والكلداني والفرزاني واليبوساني والكنعاني، وأدخلك إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. وأما أنا فلا أصعد معك، لأنك شعب صلب الرقبة، لألا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي ناحوا. فقال الرب لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، انظروا لألا آتي عليكم بضربة أخرى فأبيدكم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الأبد آمين. من سفر يشوع بن سراح بركاته علينا آمين. الحكمة تمدح نفسها وتقبل طالبيها وتفتخر وسط الجماعات وتفتح فاها في جماعة العلي وتفتخر أمام قوته قائلة: إني خرجت من فم العلي وغشيت الأرض مثل الضباب، وسكنت في الأعالي وعرشي في عمود سحاب، وطفت حول السماء وحدي، وسلكت في عمق الغمر وفي أمواج البحر والأرض بأسرها، وهبطت في كل الشعوب وكل الأمم. في هذه كلها التمست مسكنا، فبأي مراس أحل؟ حين إذ أوصاني خالق الجميع والذي خلقني عين مسكني وقال: اسكني في يعقوب وورثي في إسرائيل، قبل الدهور ومن البدء خلقني وإلى الأبد لا أزول. وقد خدمت أمامه في الخيمة المقدسة، وهكذا في صهيون ثبتني ليسكن في مدينته المحبوبة وسلطاني في أورشليم. مجد للثالوث القدوس إلهنا. من سفر زكريا النبي بركاته على جماعنا أمين. وبدم عهدك أنت أيضا أطلقوا أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، وبدل يوم واحد من سبيك سأرد عليك ضعفين، لأني أوترت يهوذا لنفسي مثل قوس ملأت إفرايم، وأقيم أولادك يا صهيون على بني يوان، وأقويك كسيف محارب، والرب يكون عليهم وقوسه يخرج مثل البرق، والرب الإله يبوق ببوق عظيم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد أمين. من سفر أمثال سليمان الحكيم: يا ابني هب كلامي واقبله وتب، هذه الأشياء التي يقولها الإنسان للذين يؤمنون بالله، وأنا أسكت لأني أعقل من كل إنسان وليس لي حكمة البشر. الله هو الذي علمني الحكمة، وأنا أعرف معرفة القديسين.
من صعد إلى السماء ونزل؟ من الذي جمع الرياح في حضنه؟ من الذي سر المياه في ثوبه؟ من الذي تسلط على أقطار الأرض؟ ما هو اسمه واسم ابنه؟ لأن قول الله مختار وممحص، ومعرفة الناموس هي ذكر حسن، وهو ذاته ينصر الذين يخافونه. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. نينان الليل يا ليل يا ليل يا خنبران بيوت نفير من مسوى بموت نوت أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا فرقسون تكسابة ريك أيوك أقل مماتي كنين كايك أسوس ونحسون أمين. اللهم اجعلنا مساكين نأكل بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. صلاة الساعة الثالثة من يوم الخميس الكبير من البصخة المقدسة التي مخلصنا الصالح بركتها على جميعنا أمين. كريا ليسون سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين باشوي سيسوس بخريسوس باسوتيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين ليسون سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس بخريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين ليسون سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أور سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس بخريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تاتي نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس بخريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أور سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس بخريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين يا ليسون سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس بخريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيون بثمون بيامي شايني أمين باشوي سيسوس
سوك تتي بون بيون بسمون بيامان شاين امين ريال ايسون سوك تتي بون بيون بسمون بيامان شاين امين امانو البنوتي بن اورو سوك تتي بون بيون بسمون بيامان شاين امين باشوي سيسوس بخريستوس فاسوتيرن أغاسو سوك تتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يمين يريلي سون سوك تتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يمين منو البنو تبنو سوك تتي قوم نبيون بسمون بيا شايني من بشوي سيسوس بكريسوس بسوتيرن أغاسوس سوك تتيب من بيون بزمون بأماي شايني أمين يا ليسون لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين عمانوئيل إلينا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين كيري إليسون لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين Amen.
ماشي إن oh,
και βέρτου καταξίωσινι μες της ακροασιος του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον κοιτών θεών ημών, εικετεύσομεν σοφία αρσιακός ομήν του Αγίου Ευαγγελίου. مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا يتصيدون على نفس الصديق ويلكون إلى الحكم دما زكيا وسيكافئهم باسمهم وشرهم ويبيدهم الرب إلهي الليلويا. اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركته على جميعنا. وفي اليوم الأول من الفطير جاء إلى يسوع تلاميذه قائلين: أين تريد أن نعد لك الفصحى لتأكلا؟ أما هو فقال لهم: اذهبوا إلى هذه المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول أن زماني قد اقترب وعندك أصنع فصحي مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما قال لهم يسوع وأعدوا الفصح. والمجد لله دائما. أمين. تحل علينا نعمه بركه رحمه الأبدامين. طرح الساعه الثالثه من يوم الخميس الكبير من بسخ المقدسات مخرج الصالح بركته على جميعنا امين. ومن بعد الجد اياب موسى وقال لجماعه بني اسرائيل: انكم اخطاتم امام الرب وصنعتم لكم عجلا، والان سامضي واسال لاجلكم على يرحمكم ويغفر خطاياكم. فعاد موسى النبي الى الرب وسجد امامه قائلا: أيها الرب الرؤوف طويل الروح، اغفر الخطايا شعبك، إن كنت لا تشاء أن تغفر لهم فأمحي اسمي من سفر الحياة. فقال له الرب: أن الذي أخطأه هو الذي يمحى من سفري. فسمع الشعب أن هذا القول صعب جدا، فناح بنحاب عظيم وقال للرب: أنك أنت شعب قاسي غليظ الرقبة والأسام، فأنظر وإتقن، فإني منزل عليك ضربة عظيمة وأمحوك المسيح مخلصنا. تعلم عنا لكي بألام يخلصنا، فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. اللهم اجعلنا مسخنا وشكرنا يا أبا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا،
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. صلاة الساعة السادسة من يوم الخميس الكبير من بسخة مقدسة بركاته جميعنا أمين. نبوات كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون زكساك تاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين آمين. إمانوئيل بنوتي بن أوروسوك تاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين آمين. باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن آغاسوس سوك تاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين آمين. كريا ليسون سوك تاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو شاين امين. امانويل بن نوتي بن اوروس اوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. باشوي سيسول باسو تيرن اغاسوس اوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. رياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اوروس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. باشوي سيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. رياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اوروس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو سول بكريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. كرياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اورو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. شاين امين. امانويل بن نوتي بن اوروس اوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو باسو تيرن اغاسوس اوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. كرياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اورو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. كرياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اورو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. كرياليسون سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اورو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. امانويل بن نوتي بن اورو سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو اغاسوس سوكتاتي قوم ننبئو ننبزمو ننبئو ماي شاين امين. كرياليسون لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. عمانوئيل إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح لك القوة والمجد
المجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. المستودع آمين. مارو إيران Oh,
نومية Αξίος είναι μες της ακροασιός του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον και των Σιών ημών, ή κετεύσομεν σοφία ορσί ακούσομεν το Άγιο Ευαγγελίου. Ο αναγνώσει βόλχεν μπι Ευαγγελίον εθ ουέπ, κατά μάρκον Αγίου Ευαγγελίου. Σε κύριε. Enteni acemir otev shotem bimbascha ben gunav en jenev mathitis jeakosh enten shethon enten soptina entek o membibascha
وفور بن سناف انت نف ماثيتي سو بغاف نوشتن بفانجليون ثو من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا والتصل خرساء شفاة الغاشة المتكلمة على الصديق بالاسم لأني سمعت المزمة من كثيرين يسكنون حولي حين اجتمعوا علي جميعا تأمروا على أخذ نفسي هللويا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لنسمع إنجيلك المقدس فصلا من بشارة معلمنا ماري مرقس البشير بركاته على جميعنا وفي أول أيام الفطير إذ كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فسيلقاكما رجل حامل جرة ماء اتبعاه حيثما يدخل فقولا لرب البيت المعلم يقول أين موضع الراحة حيث آكل فيه الفصح مع تلاميذي فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة فهناك أعدا لنا فخرج التلميذان وأتي إلى المدينة فوجد كما قال لهما وأعد الفصح والمجد لله دائما بالآب والابن والروح القدس إله واحد أمين طرح الساعة السادسة من يوم الخميس الكبير من البصخة المقدسة بركاته على جميعنا أمين اسمعوا قول الرب يا آل إسرائيل قال أدوناي الرب ضابط الكل ليبتعد كل واحد منكم عن شروره وآثامه فإنكم نجستم اسمي القدوس بآثامكم وأعمالكم الخبيثة وأنا أقبلكم على جبل قدسي وتعبدونني في ذلك الموضع وأتقدس فيكم وأرفعكم عند جميع الأمم وتعلمون إني أنا هو الرب وليس إله آخر غيري السمائيون والأرضيون والبحار وسائر ما فيها تتعبد لي وهي كلها تحت سلطاني تتوقع الرحمة التي من قبلي المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين نبوات الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبير من البصخة المقدسة بركاته علينا أمين من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا أمين وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم فقال ها أنا ذا قال له خذ ابنك الحبيب الذي تحبه إسحاق وامضي إلى الأرض المرتفعة وأصعده لي هناك محرقة على أحد الجبال التي أريك فقام إبراهيم مبكرا وأسرج أتانه وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطب المحرقة وقام ومضى إلى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه فأبصر المكان من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الأتان وأنا والغلام نمضي إلى هناك فنسجد ونرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا وقال إسحاق لإبراهيم أبيه
يا أبي، فقال ماذا تقول يا ابني؟ قال هو ذا النار والحطب، فأين الحمل الذي يقدم للمحرقة؟ فقال إبراهيم إن الله يرى له حملا للمحرقة يا ابني، ومضيا كلاهما معا. فلما وصل إلى المكان الذي قال له الله عنه بنى هناك إبراهيم مذبحا ورفع عليه الحطب، وأوثق إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ومد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح إسحاق ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء قائلا إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك تخاف الله ولم تشفق على ابنك الحبيب لأجلي. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا بكبش موثق بقرنيه في شجرة تدعى صباك. فمضى إبراهيم وأخذ الكبش وصعده محرقة عوضا عن إسحاق ابنه، وسمى إبراهيم اسم ذلك الموضع الرب تراءى لي على هذا الجبل. ونادى ملاك الرب إبراهيم مرة ثانية من السماء قائلا إني أقسمت بذاتي يقول الرب بما أنك عملت بكلامي ولم تشفق على ابنك الحبيب من أجلي، بالبركة أباركك وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك مدن مضايقيك، وتتبارك بك جميع قبائل الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلميه فقاموا وانصرفوا معا إلى بئر الحلف. مجدا للثالوث القدوس إلهنا آمين. من سفر يشعياء النبي بركاته على جميعنا آمين. روح الرب علي لذلك مسحني لأبشر المساكين، وأرسلني لأشفي المنكسر القلوب، وأبشر المسبيين بالعتق والعمي بالبصر، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم المجازاة، وأعزي جميع النائحين، وأعطي مجدا لنائحي صهيون عوضا عن الرمادي، ودهن فرح للنائحين، وحلة مجد بدل روح كآبة القلب، فيدعون جيل الأبرار وغرس الرب الممجد، ويبنون خرب الدهر ويشيدون ما دمر منذ القدم، ويجددون المدن المحشة التي خربت منذ أجيال، ويأتي الغرباء ويرعون غنمهم، والقبائل الغريبة يكونون لهم حراثين وكرامين. أما أنتم فتدعون كهنة الرب وخدام الله، وتأكلون قوة الأمم، ومن الغنى يتعجبون منكم، ويتلاشى حزنكم وخزيكم، وتنالون وترثون دائما في أرضهم، وتأخذون نصيبهم، ويكون لكم فرح مجدا للثالوث القدوس. من سفر التكوين لموسى النبي بركاته على جميعنا آمين. ثم خرج ملك سدوم لاستقبال إبرام بعد رجوعه من كسر قدر لعمر والملوك الذين معه إلى وادي شول الذي هو مرج الملكي، وأخرج ملكي صادق ملك سليم خبزا وخمرا لأنه كان كاهن الله العلي، وبارك إبرام وقال مبارك إبرام من الله العلي الذي خلق السماء والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يديك وأعطاه العشر من كل شيء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا أمين. من سفر أيوب الصديق بركاته على جميعنا أمين. حي هو الرب الذي حكم علي هكذا، والضابط الكل الذي أحزن نفسي، إنه ما دامت نسمتي في وروح القدس في أنفي فلن تنطق شفتاي إثما ولا تتلو نفسي ظلما، حاشاي أن أقول أنكم أبرار إلى الآن، ولن أقلع عن كمالي، قد تمسكت بالحق فلا أتركه عني، ولست أعرف إني فعلت شيئا من الشر أو الظلم، بل أعدائي يصيرون مثل سقوط المنافقين،
والقائمون علي مثل هلاك مخالف الناموس. فإنه ما هو رجاء المنافق إذا صبر وتوكل على الرب أتراه يخلص أو يسمع الرب صلاته، أو إذا أتى عليه ضيق هل يجد أي دلة أمامه، أو إذا صرخ إليه هل يسمعه؟ بل إني أعرفكم بما في يد الرب ولا أكذب بما هو عند الضابط الكل. هوذا كلكم تعلمون أنه باطل هو نصيب الرجل المنافق من قبل الرب، وخزي الأقوياء يأتي عليه من قبل الضابط الكل. إن كثر بنو فيكونون للذبح، وإذا اعتزوا يتصدقون، والباقون له موتا يموتون، وأراملهم لا يرحمهم أحد. جمعوا الفضة كالتراب وأعدوا الذهب كالطين، هوذا جميعها يأخذها الصديقون، ويرث أهل البيت أمواله. بيته صار مثل العثة ومثل العنكبوت، يضطجع الغني ولا يعود يفتح عينيه ولا يوجد. دخلت عليه الأحزان كالمياه في الليل، فيحمله الضباب ويأخذه اليقظ فيذهب، ويقتلعه من مقره مهانا منبوزا ولا يشفق عليه. وهروبا يهرب من يديه، فيرفع يديه عليه ويستأصله من مكانه. الموضع الذي استخرجوا منه الفضة لا يوجد، استخرجوا الحديد من الأرض ومن الحجر، يشغل النحاس، وضع للظلمة حدا وهو يفحص في كل قصي على الحجر الذي في الظلمة وظلال الموت، ويقطع جيرا من الوادي. والذين ينسون البر مغدوا من البشر، والأرض الآتية بالخبز ينقلب أسفلها كما بالنار. حجارته هي موضع الياقوت، وترابها ذهب، سبيل لم يعرفه طير، ولم تنظر عين باشق، ولم يطئه بنو المتكبرين، ولم يعبره الأسد. إلى الزاوية يمد يديه، ويهدم الجبال من أساساتها، ويقلب قوة الأنهار. وأظهر لهم كل فعل جليل رأته أعينهم، وكشف قوته نورا. أما الحكمة فأين توجد، وأين مقر الفهم؟ لا يعرف الإنسان الطريق، ولا وجود لها في البشر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، أمين. أيضا لأبينا القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بركته على جميعنا، أمين. قد توجد أعمالنا خالها أنها صالحة، ولكنها راضية عند الله. ذلك نتغاضى عن بعضنا بعضا فنخطئ في المواضع المقدسة، لأن الرب لم يغرس في الفردوس الأشجار الصالحة وغير الصالحة، بل غرسه من الأشجار الصالحة فقط، ولم يغرس فيها أشجار غير مثمرة أو راضية الثمر. وليس هذا فقط، بل الناس أنفسهم الذين جعلهم هناك عندما خالفه لم يحتملهم بل أخرجهم منهم. فمن هذا أعلم أيها الإخوة الأحباء أنه لا يجب أن نملأ مساكن الله المقدسة من الناس الأشرار والصالحين. كان في العالم مملوء من الخطاة والظالمين والقديسين والأنجاس، ولكن الذين يخطئون لا يتركهم فيها بل يخرجهم. أنا أعرف أن الأرض كلها هي للرب، فإن كان هكذا بيته هكذا وكذا الأرض كلها، فالذين يسكنون فيها يحيون به. لهذا يجب علينا أن نخافه ونحفظ وصاياه. فإذا ما سقطنا في واحدة منها فلنبكي وننتحب أمامهم، حتى إذا ما رأى تنهد وشق أنفسنا مثل المرأة التي بلت قدمي بدموعها، نكون حقا مستحقين صوت الحلو القائل: مغفرة لك خطاياك، اذهب بسلام، إيمانك قد خلصك. وقد رأيتم يا إخوتي أن الإيمان يعمل لخلاص ويعلن شوقه فيه. فإذا كل من ليس له شوق في حفظ وصايا الله وغيرة في اقتضاء العقلاء بالروح الذين شهد لهم أنهم عرفوا الحق وقبلوا النصيحة بأعمالهم، والذين ليس لهم إيمان يسقطون في كل عمل رديء ويهلكون النفس، كما هو مكتوب أن الرجل العاقل يقبل النصيحة ويعمل بها والجهل يسقط على وجهه. فلنختم عظة أبينا القديس أنبا شنودة المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيوننا
باسم الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن دار كل آمين. شوي سنة أنا الليلة الليلة يا أخي نفران عم فيوت نبشيرين بدنا ما صار لونوت أنوت أمين كري ليسون كري ليسون كري فلوسون أمين سكتري كان كين كوستوس أون أستوني أون أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على أرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. صلاة الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبير من البصخة المقدسة نقدم المسيح إلهنا مخلصنا الصالح أرجو أن يغفر لنا خطايانا. كريليسون سوكتي تيغم نمبيو نمبسمو نمبيا ماي شاين امين امانو البن نوتي بن اورو سوكتي تيغم نمبيو نمبسمو نمبيا ماي شاين امين باتشو اسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوكتي تيغم نمبيو نمبسمو نمبيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باشو يسي سوز بكريستوس باسو تيرنا غصو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين ليسون سوك تيتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانو البن نوتي بن اورو سوك تيتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باتشو يسي سوز بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تيتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين يا امين باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين لا يسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باتشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باتشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيون بسمون بيا ماي شاين امين باتشو يسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاسوس سوك تاتي قوم
نمبيون بسمون في عمان شاين امين يا ليسون صوتتكم نمبيون بسمون في عمان شاين امين امانويل بن نوتي بن عروس صوتتكم نمبيون بسمون في عمان شاينيا من باشوي سيسوس بخريستوس بسطيرنا خصوص صوتتكم ننبيون بسمون بأمان شاينيا مين يا ليسون لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين إمانوئيل إلهنا ومالكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين صلم
Of Eha Isos and Jen, if Mustin, if Masitis, if Go, if Mos, Jacosh is Vete, Bisa, Bibaskanak, O Son, Eom, and so Zevi Gafnu, Jemashi Nutin, Itaivaki, Happy Hapa, if Ma. Ze bije bireftis voze basio afront af nayer iri bi embascha ahatot kenemasitis o af iri enjeni masitis mevrite ta isos gos no Of so TM Bibas Haya washed if Angelionis who were so sick. Interatil Mazamir, Malim Nadao, the Navi, while Malik Barakat, while Agamian Amin. الرب يراني فلا يعوزني شيء في مكان قدرة أسكنني على ما راح رباني الليلويا اللهم ترف علينا وارحمنا واسمعنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل شريم بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين وفي اليوم الاول من الفطير تقدم الى يسوع تلاميذه قائلين اين تريد ان نعد لك الفس لتاكل اما هو فقال لهم اذهبوا الى هذه المدينه الى فلان وقولوا له المعلم يقول أن وقتي قد قرب وعندك أصنع فصحي مع تلاميذي ففعل التلاميذ قام قال لهم يسوع وأعد الفصح والمجد لله دائما الآب والابن والروح القدس الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآب أمين طرح الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبير بشرى مقدسة بركة على جميعنا أمين فلما ازداد إبراهيم رفع أمام الرب أكثر من جميع الناس ظهر له الرب وخاطبه هكذا قائلا يا إبراهيم يا إبراهيم الذي أحبه اسمع كلامي وافعل إرادتي خذ إسحاق ابنك حبيبك قدمه لي محرقة على أحد الجبال فقام إبراهيم كقول الرب وأخذ ابنه حبيبه وغلامين من عبيده وأسرج دباته وصار هكذا فلما رأى الجبل من بعيد ترك الغلامين والدابة معهما وقال أنا وابني ننطلق إلى هناك لنسجد ثم نعود إليكما وحمل الحطب على وحيده والسكين والنار مع إبراهيم وصعد الاثنان على الجبل المقدس الموضع الذي أعلمه به ضابط الكل فقال إسحاق لأبيه إبراهيم هوذا الحطب فأين هو الحمل فقال يا ابني الله يعد حملا للذبح مقبولا يرضيه ثم جمع حجارة وبنى مذبحا وجعل الحطب عليه قبل أن يوقد النار وشد يدي الصبي وساقيه وجعله على الحطب فقال الصبي هأنذا اليوم قربانك يا أبتاه الذي تصنعه فمد يده وأخذ السكين لكي يكمل القضية وإذ بصوت كان من الرب نحو إبراهيم هكذا قائلا
امسك يدك ولا تصنع به شرا، قد عرفت محبتك لي بالنمو ينمو وبالكسرة يكسر إسحاق ابنك الحبيب. وكما أنك لم تمسك عني ابنك بكرك، أنا سأباركك ونسلك معا، وبنوك يكونون مثل النجوم ويكسر عددهم مثل الرمل. ثم التفت إبراهيم فنظر خروفا مربوطا بقرنيه في شجرة صافات، فحل إسحاق من وساقه وذبح الخروف عوضا عنه، وبارك الرب ضابط الكل إبراهيم لأنه وجده مرضيا له في سائر أعماله. وهكذا رجع الشيخ وأخذ الغلامين وابنه ومضوا. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألام يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمة. من نيل اليازب سابتين كايوكي عجيب نيف ماتي كاني كاين كاستوسي ونستوني ونونا من تنوشي بولين قوي مجي وبن شوي سيسوس بي خريستوس بي تواش في بستبرو سكي خم خيم بساطانا السابا سيتني نتشالا سوتي امون ونا نايدا انكريا ليسو انكريا ليسو انكريا فلوكي سونا من اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كون والغم باسمه بخريستوس بنوتي آمين أسشوبي. الله يترافع علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلي شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد، ارفع قرن المسيحيين بقوة الصليب المحي. يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا، يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سلامية. بالسؤالات والطلبات صع عنا كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والثلاث العظماء المنيرين أطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل والأربعة الحيوانات غير الجزدانيين والأربعة والعشرون قسيسا وكل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان والماء الأربعة وأربعون ألفا وسادات الآباء الرسل والثلاثة فتية القديسين والقديس طفانوس ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والقديس جرجس والقديس تدرس وفلوباتيل مرقوريوس والقديس أفامينا وكل مصافي الشهداء وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس بولبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بشوي وأبونا أنبا بولا الطموهي وأبوان الرومي ماكسيموس ودوماديوس وأبونا أنبا موسى 49 شهيدا شيوخ شهادته وكل مصارف لباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع العذارى الحكيمات وملاك هذا اليوم المبارك. وبركة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا وبركة البسخة المقدسة التي المخلصة الصالح بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا إلى الأبد بخريستوس بنوتي آمين أسشوبي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطيانا، لأن لك القوة المجد والبركة العظمى يا أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون معكم جميعا ومع روحك أيضا.
Oh, sorry.